حياكم الله مشاهدينا. طبعا حنطرح موضوع في بداية حلقتنا اليوم هو عن طبعا مشروع اللي هو السلام للتواصل الحضاري. هذا مشروع وطني لتأهيل الشباب السعوديين لحضورهم ومشاركتهم في المحافل الدولية لتمكينهم أيضا وتزويدهم بالمعلومات لتصحيح بعض المعلومات المغلوطة في هذه المحافل الدولية. بالتأكيد طبعا سيوضح لنا أكثر عن هذا المشروع، ولكن دعوني أرحب بالأستاذ مشاري سليمان المرمش، مدير إدارة برامج الشباب في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. حياك الله معنا. أهلا وسهلا أستاذ مشاري، وشكرا لكم على كريم الاستضافة. يا هلا ومرحبا، شرف لنا استضافتك بالتأكيد. ومن جد مشروع يعني أكثر من رائع، وتحديدا أنه مشروع وطني لتأهيل الشباب السعوديين لحضورهم ومشاركتهم في المحافل الدولية. صحيح. لنتحدث بداية عن هذا المشروع. طبعا أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا هو تماشيا مع التوجيه السامي اللي صدر للمركز حقيقة فيه من خلال إنشاء أو تهيئة الوفود للتمثيل الخارجي. عكف المركز حقيقة كونه يعني جهة متخصصة في الحوار والتواصل إلى تصميم وإنشاء مشروع متخصص في صناعة القيادات الشابة من خلال تمثيل الوطن خير تمثيل في المحافل الدولية، طبعا مع التمسك وتعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية وأيضا الوعي المجتمعي، طبعا من خلال إكساب الشباب والشابات. طبعا لما نتكلم عن الشباب نعني الجنسين، يعني إكساب الشباب والشابات مهارات وسلوك وسلوكيات ومعارف من خلال دورات تدريبية ممتدة إلى 3 أشهر، بالإضافة إلى بعض البرامج، إلى بعض أيضا اللقاءات والندوات الخاصة، واللي يعني تعتبر حقيقة استخدمنا فيها تقنيات جديدة أو حتى تكنيك جديد وأسلوب جديد لوصول المعلومة، بهدف حقيقة سد الفجوة اللي حاصلة الآن في التمثيل الدولي، اللي يعني لابد أن يكون هناك تمثيل دولي لائق يعني خصوصا من قبل الشباب. صحيح. فإحنا أيضا حاولنا حقيقة من خلال المشروع هذا أنه نعد صف ثاني مؤهل أنه يمثلنا خارجيا بحضوره في مؤتمرات أو فعاليات أو لقاءات. طبعا المشروع مثل ما تفضلت هو أطلق الآن إن شاء الله، خلال الأسابيع القادمة حيتاح التسجيل للشباب والشابات، وأيضا حنعتمد على شقين. الشق الأول حيكون هناك تسجيل مفتوح للشباب والشابات، والشق الآخر اللي هو ترشيح من الجهات اللي ممكن أن ترشح بعض الموظفين المهيئين أو المؤهلين المنطبقة عليهم المعايير، خصوصا العمر، لأنه إحنا في الشباب للخضوع يعني حقيقة للبرامج اللي يقدمها المشروع هذا. جميل جدا أستاذ مشاري، لكن هل يمكن أن تفيدنا في نقطة هامة وهي الفئة المستهدفة لهذا المشروع والإنجازات التي قد يمكن تحقيقها في المستقبل؟ هو طبعا المشروع مشروع السلام للتواصل الحضاري هو مطلق من قبل يعني 3 سنوات تقريبا. هو هدفه حقيقة رصد ما يثار حول المملكة خارجيا في الإعلام الخارجي، وماذا يعني يقال عن عن عن, عن الإعلام، وأيضا السعي إلى تصحيح الصورة النمطية من خلال إيجاد إجابات علمية نزود فيها الأشخاص اللي يعني يمارسون الحوارات الحضارية في الدولية. يعني الفئة المستهدفة حقيقة نستهدف احنا في هذا المشروع هو الشباب، يعني من فئة عمرية، يعني انا ما اقدر احدد الفئة العمرية بالضبط، لكن هي تقريبا من 18 الى 35. طبعا هناك شروط اخرى ايضا، لابد ان تكون هناك يعني يمتلك سمات القيادة، لديه تجارب تطوعية، لان احنا نؤمن حقيقة بان التطوع يعني قيمة تسقل الشاب والشابة متى ما يعني امنت في بهذه القيمة. وايضا اللي لديه تجارب من خلال يعني حضور مؤتمرات او دول، وايضا حتى ممكن الشخص المهيئ سواء كان وظيفيا او حتى يعني مستقبلا مهيئ، ربما يكون يعني في يوم من الايام يعني يمثل المملكه في احد الوفود، يعني متاح له البرنامج ايضا. يعني سيكون هنالك يعني اختيار دقيق جدا للشباب وايضا الفتيات جدا. لو تذكر لنا مثل هذه الشروط، يعني مثل ما تفضل دحين، يعني قلت يعني حتى الموظفين ممكن من خلال مدراءهم مثلا يثنوا عليهم مثلا من خلال بعض التقارير عنهم لا اختيارهم، هل مثلا بعد ما هذا المدير مثلا إدارة معينة رشح بعض الموظفين، هل هنالك مثلا أيضا من قبلكم اختيار لهذا، يعني ممكن أنه توافقوا عليه أو ترفضوه مثلا؟ هو طبعا هو المشروع حيمر في 3 مراحل من ناحية اختيار الأشخاص. المرحلة الأولى حيتم فيها الترشيح، اللي هو مثل ما تفضلت يمكن شخص أو مثلا جهات ترشح، أو حتى هو سجل بنفسه عن طريق رابط. الشيء الآخر هو انتقاء، حيتم انتقائهم لمن تطبق عليهم المعايير، لا يعني أنه شخص ترشح من جهة معينة أنه ممكن تنطبق عليه المعايير. طب ما هي المعايير؟ يعني ودي أعرف تحديدا من الشباب، هي طبعا معايير عامة، هم رشحوا أنفسهم مثلا من خلال
يعني أرقام تواصل مثلا بينكم وبينهم؟ يعني ما هي المعايير المعينة اللي ممكن مثلا إذا الشاب يعني مثل يعني دحين قبل شوية مثل ما تفضلت قلت إنه منركز على الشباب التطوعي بالضبط. أو اللي بيدخلوا حملات تطوعية لديهم ممارسة بيخدموا الوطن أيضا بالضبط. من خلال هذه الحملات على ما هي المعايير بالضبط سواء من الفتيات او الشباب؟ هو طبعا نوع عن حاجه انه المشروع ما زال في طور يعني في طور ممكن التحديث ممكن بكره يستجد عليه اشياء جديده لكن عموما هي فيها في معايير عامه مثل اللي هو مثل ما تفضلتك انه يكون هناك يعني لديه ممارسه الاعمال التطوعيه سبق وان شارك في مؤتمرات دوليه ومحافل دوليه متحدث لغه اجنبيه او لغات عالميه يكون عنده لغه بالضبط يكون عنده لغه سواء كانت انجليزيه او حتى غيرها صحيح. يعني ايضا يعني يعني يتميز مثلا يعني مؤهل انه يكون قائد يعني عنده سمات الشخصيه القياديه الشخصيه القيادية. ايضا يهمنا يعني جانب مهم اللي هو يتقن مهاره بناء العلاقات لانه الحوار مبني على اقامه علاقه صحيح. مع الاخر وتعزيز الثقافه صحيح. هذه لانه الهدف هذا حقيقه كله انه نبغى نعزز تواجد الشباب السعودي دوليا بافضل صوره فبالتالي لابد انه يكون مؤمن بهذه ومثل ما تفضلتك ايضا ممارسات تطوعيه ولها يعني اعمال تطوعيه سابقه فهي مجمل يعني حقيقه حيعلن عنها يعني بالتفاصيل صحيح. وايضا بعد الترشيح يكون هناك مقابله شخصيه من قبل لجنه متخصصه وبناء عليه تم اختيار بالضبط. شخص ليمثل مركز الحوار الوطني اللي يمثل المشروع طبعا المشروع كان يعني هو اللي يخضعون المشروع يمكن في المرحله الاولى حنستهدف 50 شاب وشابه كدفعه اولى ومن ثم تنطلق الدفعات المتتاليه ان شاء الله. أستاذ مشاري أنت ذكرت أن عمر المعهد أو عمر عفوا المركز هي 3 سنوات عمر المشروع ثلاث سنوات نعم. منذ أن تم تأسيسه نعم. حتى الآن ثلاث سنوات طبعا أكيد أن هناك إنجازات تم تحقيقها صحيح. على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأكبر أو على الصعيد الواسع على الصعيد الدولي لو تذكرنا الإنجازات التي حققها المشروع الوطني للحوار في خلال هذه السنوات الثلاث. هو طبعا هناك يعني مشروع سلام هو جزء من مشروع من مركز الملك عبد العزيز عشان ما يكون في لبس عند المشاهدين مركز الملك عبد العزيز مع 2004 مؤسس لكن مشروع سلام قبل 3 سنوات تاسيسه طبعا صار هناك العديد من الانجازات والعديد من اصدار الدراسات اللي يعني حقيقه ندرس فيها حاله المجتمعات وتقبل المجتمعات للمجتمع السعودي وكيف يتم الاجابه عليها تم هناك اصدار حقيبه دبلوماسيه اسمها بالحقيبه الدبلوماسيه تحتوي على 200 سؤال متوقع يسال السعودي في الخارج وكيف الاجابه العلميه عليه في مختلف القضايا قضايا دينيه وهذا تطرحوا اكيد من خلال الدورات بالضبط اللي حيقوموها للشباب والفتيات يعني احنا بنقول مش تزويد حيتم اشباع الشباب اللي حيخضعون للبرنامج بهذا بمختلف يعني الاشياء اللي قد يعني يتعرضون لها لانه احيانا يكون هناك اجابه بحسن نيه وهي تسيل الوطن يعني ويعني وقد يعني ممكن تحصل في 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 محافل كثيره فبالتالي احنا حصدنا ما يقارب 200 سؤال الان تقريبا هو اللي دائما ما يثار حول المملكه من قضايا تخص المراه صحيح. قضايا تخص الحقوق صحيح. قضايا تخص دينيه وغيرها وكيف الطريقه العلميه للاجابه بحيث يعني بالتمسك طبعا مع الهويه الاسلاميه والتمسك في الهويه الوطنيه والوعي المجتمعي معنى ذلك انه المملكه العربيه السعوديه او المشروع عباره عن اجابه كامله للاستفسارات التي تكون مع المملكة أو ضدها لأنه بالضبط. الآن معروف أن الحملة ضد المملكة في كثير من بالضبط. المحافل بالضبط. فجاء هذا المشروع لتوضيح بالضبط. أو لتحسين نقول إحنا تحسين الصورة صحيح. لدى الخارج وأيضا إظهار بعض الحقائق يعني عندنا بعض الملفات أو بعض المستندات اللي نشرناها مثلا 5 حقائق عن المرأة لا يعرفها الإعلام الخارجي 20 حقيقة عن الشباب السعودي لا يعلمه الإعلام الخارجي لأن الإعلام الخارجي دائما يصداد الأشياء اللي يعني السلبية. فنحن نبرز مثلا الجانب الإيجابي حتى في المرأة في الحقوق في القضايا الدينية في الأشياء المختلفة ليس فقط ذلك أيضا أستاذ مشاري يعني أيضا لإبراز مكانة المملكة العربية بالضبط. السعودية تسليط الضوء على إنجازاتها أحسن. التطويرية وأيضا التحديثية يعني ليس فقط جدا. لتصحيح يعني كلنا بنعرف إنه مكانة المملكة العربية السعودية مكانة مرة كبيرة صحيح. يعني في جميع الدول صحيح. بس مثل هذا المشروع من جد مرة رائع لتزويد الشباب يعني بالضبط. بالمهارات مثل ما تفضلت يعني من جد مشروع مرة رائع إنه يعني 200 سؤال قلت إنه بالضبط يعني بيخضعوا لدورة أيضا لمدة 3 شهور بالضبط دورة لمدة 3 شهور هو طبعا الآن يعني في مساعي المركز إنه الآن يعتمد دبلوم في القيادة الحوارية للشباب بحيث إنه اللي يحصل على البرنامج هذا مدة 3 شهور يحصل على الدبلوم هذا بيكون مهيأ يعني مستقبلا حتى للحوارات الخارجيه سواء كان في طلب من ترشيح او حتى يكون مهيئ عند الجهات يعني يزود جميع الجهات باسماء الشباب والشابات اللي خضعوا للبرنامج هذا بانهم يعني يزكون من المركز بانهم يعني اجتازوا هذه المرحله من الاعداد تعتبر مرحله تدريبيه
نعم هي طبعا هي تشمل على دورات تدريبية وتشمل على اللقاءات وتشمل على ندوات وتشمل حتى على ممارسة حقيقية، تشمل على أيضا عقد لقاءات مع أجانب. يعني إحنا الآن رتبنا ما يقارب 10 لقاءات خلال المشروع الواحد اللي هو حيجلسون شباب. طبعا هو برنامج هذا ضمن برنامج سفير في المركز اللي هو شباب سعوديين مع شباب أجانب كيف بيتحاوروا مع بعض بالضبط، يعني نشوف يعني شيء تطبيقي يعني، ومن ثم يجلسون إلى تغذية رجعية، ومن ثم أيضا يخضعون إلى ممارسة على أرض الواقع. فبالتالي يعني حيتم يعني هذا في السعودية، يعني حيكون مثلا حوارات بين الشباب كله في السعودية. نعم. لا ولكن بعد ذلك حيحضرون يعني ممكن انه يشاركوا في المحافل الدولية خارج المملكة. هو الهدف منهم وتأهيلهم انهم يشاركون في الخارج. اي ما انا قصدي وانت بحضرتك بتقول انه بتطبقوه على ارض الواقع هنا في المملكة، يعني انه الشباب مع بعض بيتحاوروا اثناء التدريب. يعني اثناء التدريب رائع مره. اثناء التدريب حيكون هناك لقاءات يعني مع شباب من جنسيات مختلفة، اثناء التدريب تبادل ثقافات ايضا. بالضبط تبادل ثقافات وتعزيز المشتركات، يعني هناك مشتركات لابد انها تعزز لزرع الوسطية والتسامح والتعايش، وهي حقيقة قيم المشروع يعني. حضرتك قلت ثلاث يعني ثلاث مراحل يمر بها هذا المشروع. ذكرت المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، المرحلة الثالثة. هي المرحلة الثالثة هي التغذية الرجعية، بمعنى بعد ما يتم ترشيح الشخص وخضوعه للدورة التدريبية حيتم قياس الأثر. بحيث انه يعني هذه يمكن العنصر الثالث يخدمنا في تطوير المشروع مستقبلا، لانه مشروع يعني هو مشروع وطني ومشروع ضخم يعني، وحيكون فيه تكاتف يعني جهات كثيره. فالتغذيه الرجعيه حتفيدنا في تقييم المشروع مستقبلا، انه هل فعلا يعني هناك بعض القيم اللي زرعت في الشباب وتاهلوا فيها الشباب من خلال قياده حوار معين. فانا اعتقد بانه ان شاء الله انه يعني المشروع حيكون واعد وحيكون يعني إضافة جميلة، وأيضا يعني يلامس حقيقة حتى توجهات القيادة من خلال إطلاق رؤية 2030، لأن من أهداف رؤية 2030 اللي هو الشخصية السعودية، وبرنامج تعزيز الشخصية السعودية هو بناء جيل، وبناء يعني جيل متسق مع توجه المملكة سياسيا واقتصاديا وثقافيا. فبالتالي تأهيل الشباب هذا حيكون لهم تواجد إن شاء الله سياسيا. والله الشخصية السعودية الثقافية موجودة ومن زمان، بس لم يسلط عليها الضوء بشكل كافي، يعني تحديدا من قبل الوسائل الإعلامية. صحيح. يعني أنا بس أروح مثلا المؤتمرات أو فعاليات بيبهروني، يعني طليقين اللسان، ثقافة عالية. صحيح. مرة ما شاء الله تبارك الرحمن، ولاءهم وطنيتهم. صحيح. مشاركتهم في الحملات اللي هي التطوعية اللي بتخدم الوطن. صحيح. وبتخدم المجتمع أيضا. بالمناسبة احنا قبل أسبوعين كنا في باريس مشاركين في مؤتمر، معنا 20 شاب وشابة في مؤتمر اللي هو المؤتمر الدولي الثاني للتطوع والحوار، ومنفذ ما بين المركز وبين منظمة اليونسكو في مقر اليونسكو. يعني خرجوا الشباب ما شاء الله، شباب السعودي مثل ما تفضلت. أيوة يعني تأييد لكلامك، يعني حصل على إشادة دولية. يعني ما كل إنجاز من إنجازات المركز إلا تلقين فيه يعني عنصر سعودي أو عنصرين سعوديين. أيوة. أو متفوق جدا جدا. أيوة. الحمد لله يعني. طيب سيد مشاري، لو تذكر لنا مثلا، طبعا في البداية ذكرت أنه هناك حملات أو هناك صورة مغلوطة عن المملكة العربية السعودية في هذه الدول، لو تعطينا فقط نموذج أو نموذجين عن هذه الاتهامات أو هذه الصورة المغلوطة المسلطة على المملكة، خاصة وأن الإعلام الغربي الصحف وغيرها تسلط الضوء على السلبيات أو الأشياء اللي تعتبر يعني فيها إساءة. لو تعطينا نماذج من هذه الأمور أو هذه القضايا وكيفية الرد عليها من قبل المركز. طبعا هو يعني من خلال التجارب اللي احنا خضعناها، يعني حتى في اللقاءات اللي احنا أقمناها، يعني نجد انه مثلا استضفنا احدى الجنسيات يعني بدون ذكر اسماء، عايش في السعوديه، عايش في الرياض تحديدا لمده 7 سنوات. أوكي. يقول لم اصافح سعودي ابدا، اللي كان عندي نظره انه السعوديين يعني عندهم توجهات وعندهم يعني تطرف وعندهم عنف. مين المسؤول سيد مشارك؟ لماذا هذه الصوره عند السعوديين؟ يعني حتى في مثلا في بعض الدول السعوديين مثلا هذه الصوره مغلوطه. انا لاحظت هذا الشيء، انه حتى بعض ليس الرجال وانما حتى النساء لديهم هذه الصوره السلبيه. ما السبب في اخذ هذه الفكره او هذه الصوره مغلوطه؟ اعتقد ان هذه هي احد اهداف الحملات المغرضه اللي دائما تكون ضد السعوديه، وهذه ممكن نتائجها يعني. لكن ايضا الحمد لله يعني المملكه يعني بقيادتها وبشبابها وبحتى يعني منظماتها ومؤسساتها. صحيح. عملت حقيقه الحمد لله على تحسين الصوره هذا، ومش تحسين، انا ما قلت تحسين، ما قلت تصحيح لانها مش غلط، هي تحسين الصوره، لانه اظهار الابراز مثل ما تفضلتي، ابراز الضوء. بالضبط، ابراز الشيء الايجابي. فبالتالي مشروع سلام صنع له منصه اعلاميه اسمها موقع سلام، على مواقع التواصل الاجتماعي.
نبرز فيه حتى الأشياء التراثية الثقافية التقليدية اللي تتمتع فيها السعودية، وبساطة الأجواء وبساطة المعيشة اللي احنا صحيح. نتمتع فيها ولله الحمد. لأنه ممكن يعني من ضمن الصور النمطية انه يعني السعودية صحراء وجمل، وما زالت يعني ما زالت يعني للأسف بالضبط صحيح. بالضبط يعني هذا جزء من التراث، الجمل والصحراء ونعتز فيه طبعا، يعني أكيد. هذا تراثنا وهويتنا الأصلية ونحن فخورين فيها. لا بالنسبة للتطور، للنهضة، للتطور العمراني يا خديجة، يعني في ناس مثلا ما عندهم فكرة، عشان كذا نقول بالضبط. دائما دور الوسائل الإعلامية لها دور مرة كبير في تسليط الضوء على إنجازات المملكة بالضبط. العربية السعودية، مثل هذا المشروع بالتأكيد ما فيها يعني شك سيتعرف الجميع بتضافر الجهود الإعلامية، وأنتم يعني على رأسهم. القناة الأولى هي قناتنا يعني، ونفتخر فيها ونعتز فيها دائما يعني. احنا نعتز فيكم وشباب المملكة وفتياتهم، تحديدا جيل المستقبل، من جد مشروع أكثر من رائع. يعني أنا أمس وأنا جالسة أقرأ عن هذا المشروع، مشروع سلام للتواصل الحضاري، وأيضا تأهيل، كيف بتأهلوا الشباب والفتيات، ومثل ما تفضلت 200 سؤال، ويعني هذه الدورات التدريبية بتكون على أرض الواقع بينهم، وحوارات أيضا بينهم وبين شباب جنسيات مختلفة، تبادل الثقافات بينهم. من جد الله يعطيكم ألف عافية على مثل هذا المشروع. ماذا تحدثنا أكثر؟ كلمة ودك توجهها من خلال برنامج حياتنا، وتحديدا عن مشروع سلام للتواصل الحضاري، للشباب والفتيات اللي هم ودهم فعلا انه يرشحوا انفسهم لهذا المشروع للانضمام له. طبعا انا اقول اول شيء الفرص امام الشباب بكافه المجالات الحمد لله الان متاحه. يعني انا دائما اقول ممكن اول كانت شعارات نسمع ان الشباب هم امل هذه الامه، الان اصبح واقع وقاعدين نعيش الان. يعني بتطلعات القياده وبتطلعات سمو ولي العهد، يعني عندما صرح قال انا شاب ومثل 70% من نسبه الشباب المملكه، فبالتالي الدعوه مفتوحه يعني للشباب جميعا والشباب والفتيات ايضا لزيارتنا في المركز. هناك العديد من البرامج للامانه تسقل الشباب وتعدهم اعداد 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 كامل. المركز حقيقه يعني يهدف الى 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 ان جميع الشباب والشابات يستفيدون من البرنامج هذا. فأعتقد يعني التقديم وأيضا مبادرة من الشباب، يعني إحنا بحاجة إلى أن الشباب يبادرون بأنفسهم للاستفادة من هذا البرنامج. ما شاء الله، الله يعطيك العافية. بصراحة في سؤال خديجة تبغى تطرحيه؟ أبدا، الأستاذ مشاري كفى وفى وأعطى الصورة الواضحة. يعني أنا عاجزة عن تصور يعني المكان العظيم التي وصل إليها الشباب، وأصبحوا الصورة لتعكس المملكة العربية السعودية في إنجازاتها حسب رؤية 2030. إن شاء الله تكونون ضيوفنا في تخريج الدفعة الأولى إن شاء الله. إن شاء الله، هذا شيء يسعدنا، يسعدنا هذا بإضافة عظيمة، شرف لنا أصلاً. بالعكس بحول الله. بالتأكيد يعني حضراتكم البرامج اللي بتقدموها من جد شيء مشرف، وحيشرف المملكة العربية السعودية على مستوى العالم. وأقل واجب تجاه الوطن. يعني بصراحة يعني إظهار وتسليط الضوء على إنجازاتها التطويرية التحديثية، نجاح المرأة أيضا في جميع المجالات، وجود الفتيات في هذه المحافل الدولية. دائما يمكن علي نوف شيء، إنه دائما برامج المركز يعني 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 50% شباب 50% شابات، يعني ما عندنا إنه فئة على فئة يعني في كافة برامج المركز ولله الحمد. الله يعطيك ألف عافية، شكرا لك أستاذ مشاري سليمان المرمش، مدير إدارة برامج الشباب في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. شكرا جزيلا لك، وأتمنى لكم كل التوفيق، وبالتأكيد تخريج الدفعة الأولى حنتواجد معاكم وحنغطي هذا الحدث بإذن الله. شرفنا، لأن شرف لنا وشرف بالتأكيد للمملكة. الله يعطيكم العافية، شكرا لكم. شكرا أستاذ مشاري، شكرا جزيلا. الله يعطيكم العافية.